باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. تحت عنوان ثورة تشرين في العراق مسارات أحزاب السلطة والخيارات الشعبية، عقد مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام حلقة نقاشية في مدينة اسطنبول التركية. وفي كلمته أثناء الندوة أكد الناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني أن مما يقوي الثورة ويديم زخمها إدخال عناصر جديدة بين الحين والآخر من أوراق الضغط الشعبي. فمن ذلك على سبيل المثال وهي أوراق ضغط تتخذ منها الإسيان المدني الذي بدأ فعلا في بعض المجالات، لكنه توسعة الإسيان المدني في أكثر من قطاع ونشره في أماكن أخرى. نشر هذه التظاهرات جغرافيا بإقامتها بعدة فتح عدة ساحات للتظاهر وعدم الاكتفاء بحصرها في ساحة واحدة، وذلك لتشتيت الجهد الأمني عدم قدرة السلطة لقمع هذه الأنظمة، أو ما يسمى أيضاً كذلك بما يعرف بالتظاهرات السريعة أو ربما مصطلح مظاهرات طيارة. الثورة وسيلة لتحقيق التغيير المنشود وليست غاية بحد ذاتها، هذا ما أكده الدكتور عبد الحميد العاني مشددا على ضرورة إيجاد واجهة سياسية للتظاهرات. لأن التظاهرات أو الثورة هي وسيلة وليست غاية، وسيلة لتحقيق التغيير المنشود الذي تطلبه هذه الجماهير. لكن كيف يتحقق هذا النمو؟ لا بد هنالك من إيجاد بعض الوسائل التي تنتج عن هذه المظاهرات، فمن ذلك إيجاد واجهة سياسية لهذه الثورة. من جهته أكد الكاتب السياسي التركي مصطفى أوزجان أن النظام الفاشل في العراق هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم، مؤكدا أن حكومة عادل عبد المهدي اختتمت عامها الوحيد في السلطة بمجازر عديدة ويجب أن تحاكم عليها. الحكومة التي اختتمت عامها الوحيد بمجازر في حق الشعب العراقي مشددا على أن الاستقالة لا توفيه وحكومته في المساءلة والمؤاخذة بشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب لأنها بأمر من الحكومة. وفي مداخلته خلال الندوة أكد الباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي أن المتظاهرين ينتظرون توفير مظلة دولية لإعلان مشروعهم الوطني البديل عن المشروع الحالي الذي دمر البلاد. أكيد موجودة قيادة لكن ما يريدون يظهروها، هم ينتظرون توفر مظلة دولية، وهذه المظلة الدولية إذا ما توفرت ستجدون أن القوى سيعلنون عن قوى سياسية، سيعلنون عن مشروع واضح، ومشروعهم واضح، هو مشروعهم ضد الطائفية، مشروعهم وطني، ضد الفساد، ضد الخراب، أعلن بشكل واضح، لأن أن تقف ضد المشروع الموجود الحالي بكل تفاصيله، أنت إذا عندك مشروع معاكس تماما لهم، إذا لديك مشروع وطني ومشروع نزيه ومشروع يحب العراق ويحفظ على حياته. مداخلات الحاضرين أكدت أن الثورة العراقية كانت متوقعة في ظل الواقع المأساوي الذي عاشه العراقيون في ظل حكومات الاحتلال، مشددين على ضرورة إبقاء خيار التظاهر سلمياً وإيقاف المجتمع الدولي دعمه لهذا النظام الفاسد ووقوفه إلى جانب الشعب العراقي.